السلام عليكم، معكم أنا أختي كريمة. اليوم راح نعمل فيديو اشتراك مع الأخت العزيزة الغالية صاحبة قناة أم جنة ملك. نتمنى لها كل التوفيق والنجاح والمزيد من التألق، قناتها رائعة. نتمنى تزوروا القناة تاعها واشتركوا عندها. اليوم انا راح نعمل معاكم وصفة أصلية، خبز أصلي اللي كانوا يديروه جداتنا زمان. هو خبز القديد او خبز الخليع، اغرو من الخليع. تابعوا معنا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. اليوم راح نحضروا مع بعض كيفية تحضير خبز الخليع، أو كما نقولوا احنا بالقبيلية أغرم الخليع، ولا خبز الشحمة العيد. هنا كما راكم تشوفوا عندنا عجينة تاع المسمن، تلقاو طريقة تاع التحضير تاعها أسفل الفيديو على صندوق الوصف. هنا كما راكم تشوفوا عندي مسمنات، يعني درتهم صغار كما نديرو المعارك ولا المحاجب، وحنا تقريبا كما اللي نديرو الفطار، يعني قرصة كبيرة. هنا راح نبدأ على بركة الله. هنا عندي زيت زيتون، وهنا عندي شحمة العيد. بسم الله، الطريقة سهلة جدا. بهذه الطريقة نفتح العجينة عادي كما نفتح المعارك بهذه الطريقة، وشنو ما نرققهاش بزاف، يعني لازم تجي ما رقيقة ما خشينة. نفتح بها الطريقة هكذا، نفتحها هكذايا ونحطها بجح، ونزيد نفتح وحدة أخرى. دائما ندير الزيت باش تجي العملية سهلة. نفتح العجينة، نحط فوقها الزيت هكذا، يعني هي تحب بزاف الزيت. ثم نحط الخليع هكذا، ولا كيما تقولوا نتوما القديد، نوزعوه هكذا ونحكم هذيك اللي حليتها الاولى، ونغلق بهذه الطريقة، يعني بلا ما تستفوها، طريقة عشوائية عادي جدا، لأنه مش راح تبقى هكذا. نزيدو نديرو شوية هنا، نحطوها هكذا يا بجح، ونفتحو هذيك الكبيرة اللي راح تحتوي القرصة هذيك الصغيرة. من بعد نرشوها هكذا بزيت الزيتون، نحكم هذيك القرصه الاولى اللي كنت فتحتهم مع بعض. الان راح نصغرهم، عفوا نكبرهم هكذا. هنا راهي فارغه، نزيد نضيف لها شويه، نرش الزيت هكذا من فوق، ونغلق حباتي عليه هكذا، ونقلب. وراح نفتح ندير قرصة كبيرة مغلوقة هكذا، نحكم سميد نزرزع لها شوية هكذا من فوق، ونبدأ نقرصها هكذايا ونقلبها بهذه الطريقة. يعني تجيكم شوية وعرة، لكن ان فوا ديروا لها هذاك السميد من فوق تولي سهله. نزيد ندير لها سميد هكذا كي نقلبها بهذه الطريقه. شوفوا يعني دركا كيفاش ما تهربلكمش وتحكم روحها. نقرصوها رقيقه بهذه الطريقه،
ونحطها في الطاجين كيما راكو تلاحقوا. من بعد نقلبها كي طيب على وجهها الاول، نقلبها على الوجه الثاني. هنا كيما راكو تلاحقوا راني قلبتها، نقعد نديرها هكذا حتى طيب لنا الداخل. اذا هذا هو الشكل النهائي تاع الخبز تاع اليوم، خبز تاع جداتنا تاع زمان. يعني هذا ماشي خبز تاع دركا مودرن. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة. شوفوا كيفاش يجي مورق، يجي ما شاء الله. شوفوا هاي اللي كدك الشحمة كيفاش راهي تبان. هاوليك، نتمنى تكون عجبتكم الوصفة. إلا عجبتكم الوصفة ما عليكم غير تبارطاجيو الفيديو، تشاركوا به الأصدقاء تاعكم. راح نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.